مهند الجالي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بين سبورتس، طابت اوقاتكم بكل خير من استاديو مالابو عاصمة غينيا إكواتوريال. مباراة فرسان المتوسط منتخب ليبيا يلاقي منتخب غينيا الاستوائية في اطار مباريات الجولة الرابعة. امام الكرة مرت من التربي. خوسام عطشان يلعب كرة عرضية، تدخل موجود، سالفاتور خط، هدف لصالح المنتخب الغيني. يعني كل شيء سيء في الملعب. التصوير والإخراج واللي تنقطع باستمرار ومعاهم هدف غيني. بداية وسجل هدف التقدم. فهمنا غلطة في الابعاد من سند، هنا التصويبة. شوفوا الإعادة من جديد. السلام السلفاتور والكرة صوبها بقوة، تصويبة بغاية الدقة والتركيز من إيفان السلفاتور. صبي مرة لحمدو يسترجعها مرة أخرى الفريق الغيني. التصويبة قوية لوسام في الدوري الإنجليزي. سلمون اللي مرت في اخر اللحظات، كوره داخل منطقه راسيه والتعادل والتعادل. سوف نلعب غينيا الاستوائيه. حمدو يرفع كوره في كوره التعادل والتعادل. كوره راسيه معتدله. هذه الاعاده لا واضح، لا تسلل واضح.